نروح نتابع مع حضراتكم من جريدة بوابة نيوز، ومراسلتنا العزيزة مريم سميح موجودة هناك عشان نعرف منها أهم الأخبار في المنشطات والصحف والمواقع كمان. مريم صباح الخير، بونجور جدا، وخليني طبعا في البداية كده أعرف منك أخبارك إيه وأخبار الزحمة إيه والحالة المرورية، وبعدين لما نروح معاكي ليه برضو الأخبار والمنشطات اللي معاكي. معاكي خبر مهم جدا من جريدة الأخبار، وهي مفاجأة بصراحة، والعنوان كده بيقول مفاجأة أتلتيكو بيضحي بجريزمان من أجل رونالدو، وفي أخبار كده متداولة. كنا لسه بنتكلم عن الميركاتو الأوروبي الصيفي ومين مصيره فين، وذكرنا يمكن كريستيانو رونالدو الأسبوع اللي فات أنا وكريم، وناس كتيرة عايزة ومترقبة تعرف الخطوة الجاية لكريستيانو رونالدو فين. دلوقتي في كلام واضح شوية إن إحنا بنتكلم عن أتلتيكو، فالتفاصيل أكيد معاكي، اتفضلي. بصبح عليك يا نهواندو، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز. يمكن زي ما انت قلتي فعلا يا نهواندو، النهاردة احنا معانا أكثر من عنوان الحقيقة مثير للجدل بشأن يعني جميع الدوريات الأوروبية، وكمان معانا أخبار عن محمد صلاح وفكرة كمان يعني قيمته التسويقية، ومعانا عدد كبير جدا من الأخبار. وطبعا أكيد الخبر أو العنوان اللي انت تحدثتي عنه الحقيقة إن هو كان أكثر العناوين المثيرة للجدل معانا النهاردة في جولتنا الصحفية. ولكن خليني أقول لك في البداية عن يعني الحالة المرورية، الحقيقة إن هي يعني يمكن زي برضو الأسبوع الماضي تم السيطرة عليها بشكل كبير جدا، والحمد لله إن يعني ما فيش كثافات مرورية كبيرة جدا باستثناء بعض يعني الطرق الرئيسية المؤدية لوسط المدينة، زي يمكن دائري طبعا صفت اللبن أو محور صفت اللبن، وأيضا محور 26 يوليو، أيضا كوبري 6 من أكتوبر. ولكن الحقيقة إن هذه يعني الكثافات المرورية تقل ساعة بعد ساعة، والحقيقة إن يعني الحالة المرورية يعني يقدر أي حد يتحرك خلال الساعات المقبلة بسبب السيولة المرورية اللي موجودة في وسط المدينة. خلينا بقى ننتقل لتفاصيل جولتنا الصحفية النهاردة. العنوان الأول من موقع اليوم السابع: صلاح وهالند يقودان التشكيلة المثالية الأغلى ببريمير ليج قبل الموسم الجديد. الحقيقة إن 10 أيام فقط بتفصلنا عن بداية موسم البريمير ليج لموسم طبعا 2022 2023، والحقيقة إن ده يمكن أبكر موسم بريمير ليج، ده طبعا يعني مقارنة بالبريمير ليج اللي كان في موسم 99-2000 وبدأ يوم 7 أغسطس. ولكن البريمير ليج في الموسم الجديد هذا العام هيبدأ يوم 5 أغسطس المقبل. والحقيقة أن صلاح وهالند يمكن في كلام كبير جدا عن القيمة التسويقية الخاصة بيهم، ومعانا يمكن يعني أنا هواندا أنا عارفة أنت بتهتمي بلغة الأرقام، معانا النهاردة الخبر ده مليء الحقيقة بالأرقام. تقرير اليوم السابع ركز بشكل كبير جدا على الأرقام، لأن تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول طبعا في التشكيل الأغلى للدوري الإنجليزي، ده طبعا قبل انطلاق الموسم الجديد. تبلغ طبعا قيمة محمد صلاح التسويقية 90 مليون يورو، ده طبعا وفقا لترانسفير ماركت، دي طبعا الشبكة العالمية اللي بتبقى مهتمة بالقيم التسويقية للاعبي البريمير ليج. وطبعا بيقود محمد صلاح خط الهجوم ل الفريق الأغلى بالبريمير ليج بجانب النجم النرويجي هالند الوافد الجديد لصفوف طبعا مانشستر سيتي، وبتبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، ده طبعا يمكن تشكيل المثالي والأغلى للبريمير ليج، ده طبعا قبل الموسم الجديد أو قبل أيام قليلة جدا من بدء الموسم الجديد. ويمكن في حراسة المرمى أليسون بيكر ب 50 مليون يورو، وفي خط الدفاع فان دايك ب 55 مليون يورو، وروبن دياز 75 مليون يورو، ألكساندر أرنولد ب 80 مليون يورو، وأندي روبرتسون 65 مليون يورو، وفي خط الوسط طبعا فيل فودين ب 90 مليون يورو، وداكلين رايس ب 80 مليون يورو، وكيفن دي بروين 85 مليون يورو، وأخيرا في خط الهجوم طبعا زي ما احنا قلنا صلاح 90 مليون يورو، وهالاند 150 مليون يورو، وأخيرا سانشو 75 مليون يورو. ومن جريدة الأخبار طبعا الخبر اللي انت اتكلمتي عنه يا نهواند جاء بعنوان مفاجأة أتلتيكو يضحي بجريزمان من أجل رونالدو. طبعا كشف التقارير الصحفية أن أتلتيكو مدريد يستعد للتضحية بنجمه طبعا أنطوان جريزمان من أجل توفير المبلغ المطلوب للتعاقد مع النجم طبعا البرتغالي كريستيانو رونالدو طبعا، والتعاقد معه من مانشستر يونايتد. لأن يعني الحقيقة خلال الفترة الماضية أوضحت التقارير الصحفية أن رونالدو بيرغب
في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، وأنه هو كمان يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وكمان يمكن صحيفة تايمز اتكلمت عن هذا التقرير وسلطت الضوء عليه بشكل كبير جدا، أن أتلتيكو يعني لا يستطيع توفير مبلغ التعاقد مع كريستيانو رونالدو، خاصة مع القيمة التسويقية الكبيرة أو يعني أجور اللاعبين، فاتورة أجور لاعبي أتلتيكو الحقيقة أن هي مرتفعة جدا. ده طبعا بناء على قواعد رابطة الدوري الإسباني، وبتفكر الإدارة في التخلي عن جريزمان وتقليل هذه الفاتورة، يعني بعرض جريزمان للبيع أو فكرة أن هو يتعاقد بعد ما عرضته طبعا اللاعب المعار من برشلونة، عرضته على باريس سان جيرمان. ده الحقيقة علشان تقدر أن هي توفر طبعا أكيد مرتب كريستيانو رونالدو، وخاصة أن طبعا تقارير أيضا هواند اتكلمت عن فكرة أن كريستيانو يعني يرغب في الرحيل بشكل نهائي، خاصة بعد ما غاب كمان عن المعسكر التحضيري الأخير، وده طبعا أكيد بيؤكد فكرة رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن موقع صدى البلد، تشافي يطلب من هداف مانشستر يونايتد خفض راتبه للبقاء في برشلونة. أفادت طبعا صحيفة بارسا يونيفرسال الإسبانية بأن تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة طلب شخصيا من الدولي الهولندي فرانكي دي يونغ تخفيض أجره بمقدار النصف، لأنه طبعا بيريد اللاعب في فريقه خلال الموسم المقبل أو التعاقد المقبل. ويقال أن دي يونغ يعني يمكن منفتح على الفكرة أو يمكن بيفكر فيها، على الرغم من أن فكرة تخفيض راتبه للنصف ده أكيد أمر مزعج يعني لأي لعيب، ولكن هو يمكن بيفكر في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أيضا أن تشافي التقى مع فرانكي هذا الأسبوع في اجتماع خاص وناقشوا الحقيقة مستقبل الهولندي مع النادي الإسباني، بينما أكد تشافي أيضا أنه يعتمد عليه ويعتبره عضو مهم جدا في الفريق. وذكرت المصادر أيضا أن يعني يمكن الاجتماع بعد ما انتهى، الحقيقة أن الطرفين كان يعني باين عليهم يعني قدر كبير جدا من الرضا والسعادة، ويمكن خلال الفترة المقبلة أكيد هنسمع كل ما هو جديد أو هنسمع أخبار إيجابية بشأن هذه الصفقة. وأخيرا من موقع كورة، يمكن كنا بنتكلم وانت كمان هواند اتكلمتي مرارا وتكرارا عن فكرة يعني استمرار جائحة كورونا أو كوفيد 19 إن هي لسه بتستمر في البلاد والدول المختلفة، والحقيقة أن هذا الخبر هام جدا، لأن الحقيقة أن هي رجعت تسيطر تاني على الوسط الرياضي أو الفرق الرياضية، وكمان على البطولات العالمية اللي بتقام في دول مختلفة. والعنوان الأخير من موقع كورة، كورونا يجتاح بطولة العالم لا ألعاب القوى. طبعا ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى والمقامة حاليا في الولايات المتحدة، إيجابية أو إصابة 58 شخص من هذه البعثة يعني كانوا هم بوزيتيف كورونا، وكمان ده قبل ختام المسابقات الثمانية النهائية وفقا طبعا لمنظمي البطولة. وأعلنت المتحدثة باسم اتحاد القوى أو الاتحاد الدولي لألعاب القوى جاكي بروك أمس أنه في الإجمالي كانت نتيجة الفحوصات يعني خلال الفترة الماضية كانت 10 فقط من الرياضيين، وتم إجبار 3 لاعبين على مغادرة البعثة طبعا علشان ما يصيبوش بقية البعثة، ولكن الحقيقة ان كان الوقت متأخر جدا. وتم الاعلان امس في بيان هام جدا انه 58 شخص تم اصابتهم بفيروس كورونا، والحقيقة يعني ان يمكن بدأت هذه البعثة او بدأت هذه البطولة يوم 15 يوليو الجاري، وكانت بتضم يعني هذه البعثة سواء اداريين او رياضيين او مختلف المشاركين في هذه البعثة حوالي 1700 شخص. والحقيقة يعني ان اكيد هيبقى فيه مفاجآت كتيرة جدا خلال الفترة المقبلة بشأن الفحوصات الخاصة بالمشاركين في هذه البطولة. طبعا دي كانت كل العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر البوابة نيوز. بشكرك جدا هواند، الكلمة ليكي مرة أخرى. أنا اللي بشكرك يا مريم فعلا، وتحياتنا لزملائنا في البوابة نيوز.